انجح في حياتك. اكسيون الجمعة هذه نبدأ نحكيه على فون دو فون، نحكيه على أنفا وإلى صندوق الصناديق اللي نهار 3 من الإعلان رسميا على انطلاق صندوق الصناديق. خلينا نفسر لكم الساعة هو شنو هو. يجي في إطار المرحلة الثانية من برنامج ستارت اب تونيزيا اللي كان بدأ ديجا عنده تقريبا 3 سنين. المرحلة الأولانية اللي هي كانت مرحلة التشريع، نحكيه لهنا على قانون ستارت اب اكت. توا تعدينا للمرحلة الثانية اللي هو الفون دو فون واللي هو باش يمكن لهنا شركات الناشئة من الحصول على التمويل. خلينا نسمع وزير التكنولوجيا الاتصال محمد الفاضل الكريم يعطينا أكثر تفاصيل على صندوق الصناديق. كلوزينغ الأولاني نتاع الفون دو فون هذه هي في مرحلة 40 مليون أورو 130 مليون دينار. كما نعرفوا احنا كمية الأموال المهم المرصودة اليوم لتمويل المؤسسات الناشئة ما تفوتش 50 مليون دينار في تونس كاملة. هذا مع 50 و 130 تقريبا 180 معناها معناها أنفوا متبلي بار 4 لا كاباسيتي دو فينونسمون دي ستارت اب غراس ا سو فون دو فون. دونك لهنا نحكيو على الفون دو فون اللي باش يدعم المؤسسات الناشئه، نحكيو مبدئيا على 40 مليون اورو وبالتالي لهنا 120 مليون دينار للمؤسسات الناشئه. كيفاش باش يتم صرف الاموال هذه الكليكا؟ من خلال صناديق، هذاك علاش هو اسمه صندوق الصناديق. باش يكون فما تقريبا من 8 ل 16 صندوق، باش يكون الصناديق هذه فيها ثلاثه اصناف اللي هي صناديق باش تعنى بالمرحله نتاع اللي هي مازالت فكره، المشروع مازال فكره وبالتالي هنا باش يعاونك نوعا ما على انك انت تعمل بزنس موديل نتاعك، كيفاش باش تخدم، كيفاش باش تقيم المشروع نتاعك. المرحله الثانيه اللي هي بعد ما تكون سي استوفيت البروتوتيب، دونك باش تعدى لمرحله الديماراج باش تنطلق لونسمون تاع البروجي. والمرحله الثالثه اللي هي الكرواسونس والا رانفورسمون، لهنا باش تقوي البروجي نتاعك. دونك ثلاثه صناديق، ثلاثه اصناف من الصناديق باش يتوزعوا على 18 صندوق. وحسب لهنا مدير عام سمارت كابيتال علي بطيب اللي كان اكد وقال انه النسبه الاكبر من الصناديق باش تكون خاصه ب المرحلة الأولانية بالكل. نسمع بعضنا عليا بالطيب. تمنوا الناس اللي يحبوا ينطلقوا في شيء هذا، سواء يحبوا يأسوا شركة استثمار تصرف في الصناديق ولا كل شيء، أنه فما اليوم إمكانية في تونس اللي تعطيك الفرصة باش تعمل، سواء أولادنا اللي في تونس ولا خارج تونس. معناتها احنا كصندوق صناديق ما نمولوش مباشرة الستارت اب، عداوا عن طريق هل الشركات الاستثمار هذوما اللي هما مش يعملوا اللي اسكون ابل لي تشايلد فاندز، والصناديق الفرعية هما اللي مش يمولوا. دونك الصناديق الفرعية هي اللي باش تقوم بعملية التمويل، وبالتالي لهنا انه الفون دو فون هذيا اولا باش يخلي فما تأسيس لشركات استثمار جديدة اللي هي باش تقوم بإنشاء الصناديق هذيا، وفي نفس الوقت باش تخلي الستارت اب ينتفعوا بقيمة التمويلات هذيا في انتظار انه لما المدة الجاية باش يتم الإعلان على المرحلة الثالثة من المشروع، واللي هو باش يكون برنامج لدعم المؤسسات المالية اللي باش تدعم لهنا الشركات الناشئة. سينو نعرف انه عادة يكون فما برشا بحوث في المخابر، لكن البحوث هذه في المخابر والدراسات تقعد في المخابر وتاكلها الغبرة. هذيك علاش تم لهنا احداث صندوق اسمه تكنوريا اللي هو بشنو يعني؟ هذي انكوباتور محضنة للابحاث، اما مش باش يقوم بعملية الابحاث. اذا كان انت اليوم عندك بحث علمي، والبحث العلمي هذي تنجم تحوله لفكرة مؤسسة ناجحة وتنجم تدخل فلوس وفيها انوفاسيون، تنجم علاش لي البحث نتاعك هذيك تقدمه لتكنوريا. غادي كمحضنة وين باش يتم الاهتمام بالموضوع هذي. نحكيه لهنا على المحضنة هذي، فيها الاتحاد الاوروبي، فيها معهد باستور، فيها وزارة الصناعة والمؤسسة الصغرى، فيها ايضا وزارة البحث علمي اللي ديجا بدات الكونديداتور للتكنوريا باش تكونوا موجودين في المحضنه هذيه. 116 مشروع كان تم تقديمهم، 24 بعث مشروع اختاروهم. ال 24 بعث مشروع هذوما والا اصحاب الابحاث هذيه اختاروهم باش يرافقوهم مده 8 شهور في الانكوباتور، من بعدك باش يختاروا منهم 12 بعث باش يكملوا معاه لمده عام، وفي الاخر بكل باش يختاروا 6 اللي هما باش يكونوا موجودين على شان انترناسيونال، يعني باش تم هنا تطبيق افكارهم على مشكل المستوى الوطني ايضا المستوى الدولي. ونقول لكم انه 58% من الترشحات اللي تقدمت هي للنساء، و42% هي للرجال. وهذه نتصور فكره بها حمزه انه الابحاث اليوم اللي قاعده تصير في المختبرات علاش تقعد غاديك؟ فكره هايله، خاصه واني قريت ارقام على الابحاث تفاجات انا الحقيقه لتونس في عدد الابحاث اللي نقوم بها في جامعاتنا ومراكز برشة. ابحاثنا برشا ومعتبره مقارنه بالعالم العربي، اما الفرق انه حتى في العالم العربي هما يحولوا أكثر الأبحاث يخدموا بها بعد ما يعملوها، فما جزء منها يردوه بزنس، يعني يمشي لدي بروجي، يمشي في شركات، أحنا يبقى نظري وما يمشيش منه برشا للتطبيق. بالانكوباتور هذا جديد نتصور مش تكون فرصة هائلة، لأنه هالأبحاث هذه نشوفوا نتائجها على أرض الواقع.
دونك هذه هو التكنوريا واكيد باش نرجعوا نحكيوا عليه ليامات الجايه باكثر تفاصيل. سينو هاكا معانا هو هاكاتون باش يكون نهار 4 افريل بالتحديد في دار زاهوين. الهاكاتون هذه المده نتاعو باش تكون 24 ساعه نون ستوب. الثيم باش يكون الصحه الرقميه ولا بلوتو بالخاطر المصطلح تقني شويه الاي هيلث اللي هو اليوم 60 مشترك باش يكونوا موجودين باش يقترحوا حلول تكنولوجيه لمشاكل عندها علاقه بقطاع الصحه. فريال الحمروني المكلفه بالاتصال في جون شامبر زاهوين تعطينا اكثر تفاصيل. هاكاتون ديبيو للكونغري اللي باش يصير ان شاء الله في السيف. تخدم اون collaboration entre Jeune Chambre Internationale de Zaghouine et I3E Esprit. L'événement généralement je trouve dans l'IHEL. Voilà, donc je note aussi les problèmes de santé. Les participants cherchent à trouver des solutions aux problèmes avec des formations ou des workshops. Les participants sont même Jeune Chambre Internationale. Nous sur le collège Moïcherko. وإلا من الإتخوازة وزادة كيف كيف نتعطون في الكل بيش يكون فما دي بري دونك الميور سوليسيون وبيش يكملوا يتعاديوا معنا للكونغري اللي بيش يتخدم إن شاء الله ستيف بعد رمضة. جست قبل الفورمولير بسانك قبل الإيفينمون بسانك تي جور بيش نهبطوا عن فورمولير الباج نتاع جون شامبر انترناسيونال دي زاروين والباج إتخوازة إسري. دونك هذه هو هكا معنا ونكمل معكم مع لوفيتون قامت بها شركة تونسية مؤسسة ناشئة. نحكيو لهنا على ان جي ساين اللي هي مختصة في التوقيع الالكتروني. نحكيو لهنا على سيناتور الكترونيك اللي تقوم لهنا الشركة هذه بتوفيره. هي اول منصة للتوقيع الالكتروني في تونس. تحصلت مؤخرا على دعم مالي قيمته توصل حتى المليون ونص دينار. دونك لهنا نحكيو على الرقم هذا اللي باش يخلي ستارت اب تزيد تكبر اكثر في النشاط نتاعها خلال الفترة الجاية. انجح في حياتك.